استمارة طلب تطوع مع منظمة إنجاز قطر. نقوم بإدخال المعلومات الشخصية، ونقوم بإدخال الخلفية التعليمية، ونقوم بإدخال اللغات التي نتكلم بها، وأيضا الخبرة المهنية، النشاطات الاجتماعية، وإذا كانت هنالك معلومات أخرى نقوم بإضافتها، ونقدم الطلب للسفر إلى قطر عن طريق التطوع مع منظمة إنجاز قطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إخوان سأشارك معكم فرصة للسفر إلى قطر عن طريق التطوع التي لن تطلب منك أي شروط معقدة، لا مستوى دراسي عالي، ليس هنالك شرط لغة، ولن تدفع أي مبلغ مالي، ستقوم فقط بملء الاستمارة وتقدم لفرصة التطوع وتهاجر إلى قطر إن شاء الله بدون أي مبالغ مالية. إذا هذه الفرص إخوان أخواتي الكرام أشاركها معكم في قطر لحين فتح باب تسجيل في إكسبو قطر إن شاء الله. حين يتم فتح باب التسجيل بالنسبة للناس أو الأشخاص الذين لم يسجلوا بعد في استمارة التطوع بإكسبو قطر، سأشارك معكم فيديو جديد إن شاء الله حين يتم فتح الاستمارة، وأقدم لكم طريقة التسجيل الجديدة. إذا إخوان على بركة الله نذهب إلى أو نتعرف على منظمة إنجاز قطر لنتطوع إن شاء الله. إذا إخوان هذا هو الموقع الرسمي لمنظمة إنجاز قطر، يمكنكم قراءة التفاصيل والتعرف على هذه المنظمة. تتعاون مؤسسة إنجاز قطر مع مجتمع الأعمال المحلي والمؤسسات التعليمية والمتطوعين من قطاع الشركات لإلهام الشباب وإعداده للنجاح في الاقتصاد العالمي. وتعتبر إنجاز قطر عضوا من جونيور أتشيفمنت العالمية، أكبر منظمة عالمية تعنى بتثقيف الطلاب وتعريفهم بمفهوم الجاهزية للعمل، ريادة الأعمال والثقافة المالية من خلال برامج تجريبية تعليمية. حيث تأسست منظمة جونيور أتشيفمنت عام 1919، ويشارك في برامجها 10 ملايين طالب سنويا في أكثر من 17 بلد. إذا إخواننا يمكنكم قراءة جميع التفاصيل المتعلقة بمنظمة إنجاز قطر كما تلاحظون هنا، لدينا العديد من المعلومات، الرؤية، الرسالة، اقرأوا جيدا، القيم، كما تلاحظون إخوان لدينا بعض الفقرات المهمة للتعرف على المنظمة. وهنا لدينا بعض الصور للمشرفين على هذه المنظمة كما تلاحظون، رئيس مجلس إدارة إنجاز العرب، رئيس تنفيذي، وهناك أيضا لدينا الرئيس والمدير العام. اقرأوا جيدا التفاصيل وتعرفوا على المشرفين والمنظمين لهذه المنظمة إخوان. فهنا لدينا الداعمون، لاحظوا معي هنا، وهنا لدينا بعض الصور من داخل المنظمة، يمكنكم التعرف على المنظمة يعني بشكل جيد، عرض الكل، يمكنكم مشاهدة جميع الصور. إذا هنا إخوان أخوات لاحظوا معي، بالنسبة للداعمون الجاهزين للعمل، ريادة الأعمال، الاستعداد إلى سوق العمل، بالنسبة لمن يود التقديم كداعم لهذه المنظمة، بالنسبة للمتطوعون تمكين شباب لتحقيق طموحاتهم نحو اقتصاد أفضل. إذا إخوان سنمر الآن إلى طريقة التقديم، طريقة ملء الاستمارة وتقديم الطلب. إذا قبل هذا إخوان أخوات نتعرف على بالنسبة للمتطوعون تمكين شبابنا لتحقيق طموحاتهم نحو اقتصاد أفضل. لاحظوا جيدا هنا إخوان أخوات، إذا كنت متخصصا مهنيا تسعى إلى نقل ما لديك من معارف وطموح إلى شباب، تطوع بوقتك بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر من أجل توجيه واحد من صفوف إنجازات الشباب والمساعدة في إلهام الشباب وتحقيق التغيير المنشود في حياتهم. إذا كانت لديك مهنة، كانت لديك حرفة، أو كان لديك مجال، فيمكنك التقدم عفوا أو التسجيل وتقديم كل ما تعرف في هذه المنظمة. سوف تعقد إنجاز قطر جلسة توجيهية أو توجيه قصيرة للمتطوعين قبل دخول الصف لتنفيذ الدورات. التدريبية التي تقدمها مؤسسة إنجاز قطر، وعادة ما تقدم الدورات التدريبية على شكل جلسات مدة كل منها ساعة واحدة كل أسبوع. إذا ستحصل على تدريب، يعني هنالك دورات كل أسبوع، يعني ساعة من التدريب ستحصل عليها قبل بداية التطوع على امتداد فترات بين 5 و7 أسابيع. ونرحب بطلبات التطوع الواردة من المتحدثين باللغة العربية وغيرها، وفي مقدورك البدء الآن بالاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات. إذا سنقوم بالضغط مباشرة على استمارة طلب التطوع، سأترك لكم الرابط إخوان أخوات في صندوق الوصف، وأيضا ستجدونه في أول تعليق. إذا إخوان أخوات سنقوم بملء المعلومات الخاصة بنا هنا كما تلاحظون، نقوم بإدخال الاسم الكامل، نختار الجنس ذكر أو أنثى، تاريخ ومكان الولادة والعنوان، رقم الهاتف، رقم الموبايل إذا كان لديك رقم ثانوي، والبريد الإلكتروني، ونقوم بملء المعلومات المتبقية. إذا سأقوم بملء البيانات ونعود. إذا إخوان أخوات كما تلاحظون قمت بملء المعلومات أو البيانات الخاصة بكل من الاسم الكامل، تقومون بملء الاستمارة باللغة العربية، نقوم بتحديد الجنس ذكر أو أنثى، وهنا نقوم بإدخال تاريخ الازدياد وعنوان السكن. ندخل البلد، عفوا لم أدخل البلد هنا، تقوم بكتابة عنوان السكن وتدخل البلد. جيد،
هنا تقوم بكتابة رقم الهاتف كما تلاحظون إخوان أخوات الكرام، إذا كان لديك رقم هاتف ثانوي أيضا. هنا نقوم بكتابة البريد الإلكتروني، تقوم بكتابة عنوان الجامعة أو أين درست في بلدك، وتقوم بكتابة التخصص الذي ستوفر عليه، وهنا تاريخ التخرج واضح جدا. هنا لدينا اللغة، تقوم بتحديد اللغة بالنسبة للعربية وبالنسبة للإنجليزية لو كنت تتكلم اللغة الإنجليزية. هنا نقوم بكتابة سنوات الخبرة كما تلاحظون إخوان أخوات، ونقوم بكتابة اسم الشركة التي تعمل فيها حاليا أو اسم الشركة السابقة. هنا تخصص وهنا سنوات الخبرة أيضا نفس الشيء، هنا نقوم بكتابة اسم الشركة، التخصص وسنوات الخبرة. النشاطات الاجتماعية، إذا كنت قد شاركت سابقا في نشاطات اجتماعية أو في تطوع في بلدك، فستقوم بكتابة المعلومات المتعلقة بالتطوع، هنا اسم النادي والمدة ونوع العمل، إذا كان تطوع ثاني أيضا تقوم بكتابة نفس المعلومات. هنا أشياء أخرى، هل يوجد لديك خبرة في تدريب الآخرين؟ نعم أم لا؟ إذا اخترت نعم ستذكر اسم المجموعة التي دربتها ونوع التدريب. لماذا أنت مهتم بالتطوع مع إنجاز قطر؟ إذا هنا ستكتب بعض السطور إخواني أخواتي الكرام شرح تفصيلي لهذا التطوع، ما هي اهتماماتك وماذا ستقدم لهذا التطوع؟ متى ترغب بالتطوع مع إنجاز قطر؟ إذا ستختار خيوط الكلمة من شتنبر سبتمبر إلى ديسمبر. ما هو البرنامج الذي تفضل التطوع فيه إن وجد؟ وهنا تقوم بتحديد البرنامج، إذا كان لديك برنامج محدد تقوم بتوضيحه هنا. بعد ذلك نقوم بكتابة هذا الكود في هذا المكان كما هو، كما تلاحظون كما هو موضح في الصورة 3W2. جيد، سأقوم بإعادة كتابة الكود أو الرمز. إذا F W B A واضح جدا. إذا سنقوم بمراجعة المعلومات إخوان أخوات الكرام، إذا كنت كل شيء ليس هناك أخطاء كل شيء على ما يرام، سنقوم بالضغط على إرسال الطلب. إذا كما تلاحظون إخوان أخوات الكرام تم تقديم الطلب بنجاح، تم إرسال الاستمارة بدون أي مشاكل. شكرا لرغبتك في التطوع مع إنجاز قطر، لقد استلم استمارتك للتطوع. سيقوم ممثل من إنجاز قطر بالاتصال بك لدعوتك لجلسة تعريفية أو إخبارك عن فرص للتطوع. إن معايير اختيار المتطوعين في إنجاز يتطلب من المتطوعين أن يكون يعمل أو لديه خبرة مهنية. إذا نحن غير قادرين على توفير فرص تطوعية لطلاب المدارس والجامعات. إذا كنت طالبا بالمدرسة والجامعة وترغب في المشاركة في برنامج إنجاز، أو إن أن تم تقديمها في مدرستك أو جامعتك، يرجى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني الموضح. إذا عبر هذا البريد الإلكتروني، إذا كنت طالبا بالمدرسة والجامعة وترغب في المشاركة في هذا البرنامج، فيمكنك مراسلة المنظمة عبر البريد الإلكتروني كما تلاحظون. info@injaz-qatar.org. في حالة وجود أي استفسار يوجد التواصل معنا على الرقم التالي. إذا إخوان أخواتي الكرام، هذه فرصة رائعة للتطوع بقطر من جميع البلدان، من جميع الدول، أينما كنت تقيم أو تقرن يمكنك التقديم لهذا التطوع المجاني وستحصل على تدريب إن شاء الله. قوموا بما الاستمارة كما شاهدتم في الفيديو، وستجدون جميع الروابط موجودة في أول تعليق. إذا إخوان أخوات أتمنى لكم التوفيق، لا تنسوا فقط دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد، ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.